الفقرة الأخيرة وهي للفارس. فقرة الفارس النهاردة باختصار شديد جدا إن شاء الله يعني بعد 4-5 سنين حيبقوا عرايس. جي عريس لأختك أنت مش طايقه ورفضه تماما. أيمن. إنه إيه ده؟ أيمن. إيه؟ ما تخليك معايا في الكتاب ده واسمعني، عايز أكلمك في موضوع. أيوه. اسمع وركز. مركز. دلوقتي في شاب كده غتت غتت ورخم ومش طايق كرهه كده. أعوذ بالله يا ساتر. جاي يخطب أختي. مش قادر له بقى. وأنت شفته؟ أه شفته. وأنت كارهه ليه؟ مش عارف كده، مالوش عندي هوا خالص، يخش يشفط كل الاكسجين اللي في الدنيا، بتخنق افرفر اموت. اختك بتحبه؟ ما انا مالي، معرفش عن الحكايه دي. طب ما دام انت مالك، ما تسيبهم يتجوزوا بعض وخلاص. يبقوا يخلوك خلاص؟ اه يا سلام. آه. يا سلام. هو ده حل يعني، ده ممكن اعمله انا، بس مش عارف. في حل تاني؟ في التاني وتالت كمان. طب وايه الحل التاني؟ والتاني ان انا اغتت عليه واكبس على نفسه واطبق على مراوحه وادايقه وانفذه اطحاه في عيشته خالص، تقوم تتفشكل الجوازه. والحل التالت ان انا اروح لابويا واقعد ابخ في ودنه كده واملى دماغه واسخنه عليه، يقوم يفشكل هو وابويا بقى الجوازه من عنده. انت بتعمل ايه؟ يلا يلا اتكل على الله بقى. يلا ايه؟ انت بتعمل ايه؟ ما خلاص خلصنا مذاكره، انا عايز اشوف بقى الموضوع ده. طب انا جعان. يعني ايه؟ لا في بيتكم هناك. بيتنا ايه؟ في بيتكم. لا في بيتكم. يلا اتكل على الله بقى. اتكل على الله بقى بدل ما احدها لك. يا سمير. قوم من هنا. انا سمير في ايه؟ في ايه يا سمير؟ قوم من هنا بقول لك. يلا اتكل على الله. طب ناكل. تاكل ايه؟ هو ده اللي منرفزني من الجدع التاني. يلا قوم. طب امشي. طب عصير. عصير ايه؟ عصير. عصير اي ايه؟ طب اقرا. طيب ايه؟ خلاص يا سمير. دلوقتي بعد بابا وماما والعائله ما دخلت الحجره الزجاجيه هنسمع رايك، وهتختار أني موقف فيهم، أنت واحد ولا اتنين ولا تلاتة؟ لا هو خليط من واحد واتنين. إزاي؟ شيء طبيعي جدا إن دايما إحنا تعودنا بصفة عامة في المجتمع المصري إن كلمة الأب. بمعنى إيه؟ بمعنى برضك إن هو بيكون ليه بحكم خبرة سنين وعنده خبرة أكبر من الأب في تحديد القرار ومصير أولاده. خصوصا عملية الجواز دي ما هياش عملية سهلة. طبعا انا طبعا مثلا متضايق من سين مثلا اللي هو رفضه مش عايزه خالص. لك اسبابك. ليه اسبابي؟ انا هستنى لغايه ما اشوف قرار بابا ايه قبل ما يلقي قرار النهائي خالص. انا حبس عبين له والله انا معترض عليه بسبب كذا وكذا 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 وكذا. وفي نفس الوقت بالنسبه لاختي مثلا شيء طبيعي جدا لازم انها تقول رايها، ده معروف. ليه شق؟ احنا مالناش دعوه. انت رافض هذا العريس تماما. ادي الاسباب بتاعتي. وبابا طبعا ليه الحق في الاول وفي الاخر ان هو ياخد القرار النهائي بدون اي اعتراض مني، الا بس مجرد ان بديله الاسباب باعتراضي ايه. يعني هنضيف على الثلاثه انك هتقابل ابوك، يعني نعمل حاجه رابعه انك هتقابل بابا وهتقول له اسباب رفضك وتستنى قراره. ده كلام سليم. نشوف السيد الوالد. استاذ صلاح، حضرتك تفتكر امير هيتصرف ازاي في المواقف اللي شفناها دي؟ هو يعني انا اتوقع منه انه يكون عاقل ويفهم ان المساله تتعلق بامرين اساسيين. هما الامر الاول ان هل العيله اللي منها العريس مناسبه ولا لا؟ هل في تكافؤ اجتماعي وتكافؤ ثقافي ومالي واقتصادي والاخو بين العيلتين ولا لا؟ دي النقطه الثانيه. النقطه الثانيه او دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه ان يحسم موقف البنت. اختيار البنت لازم احترامه. يعني المساله مش مساله ان هو مستلطفه ولا مش مستلطفه. مساله ان العائله مناسبه والبنت نفسها متمسكه بالولد. يعني حضرتك تفتكر ان هو هيقرر ان هو ملوش دعوه بالموضوع ده؟ مش ملوش دعوه. لا له دعوه. هنقول له ليه يا ابني اعتبر بايه؟ في ايه؟ جايز يعرف حاجه معلومه طبعا احنا ما نعرفهاش هيقولها لنا. لو طلعت مظبوطه خلاص هناخد رايه. فافتكر لو طلعت مش الراي الاول والاخير للعروسه والبابا؟ العروسه والعيله وباباها. باباها. ام العروسه. ام العروسه بقى تفتكر
أمير هيختار أنهي اختيار من اللي شفناهم؟ اختيار ان هو يطفش العريس، يطفشه ولا هيستنى لغاية لما يشوف بابا هيقول لا ولا لا، او يمكن بابا يعني ما يقبلوش اصلا. وممكن يقعد معنا ويقول رأيه ايه، ان هو ما عجبوش ليه. وفي النهاية ممكن احنا كمان نشوف ايه العيب اللي في العريس، ممكن احنا كنا احنا لاحظنا برضو العيب دوت ونقول مع السلام. يعني هتسمعه من امير لو كان كلامه مقنع، كلامه هل صح زي احنا ما شفنا العريس دوت مش كويس او ما عجبناش، هو هيعمل ايه امير؟ اسلوبه ايه؟ هيمشي، هيطفشه على طول على طول. ماشي، تفتكروا امير بقى هيتصرف ازاي؟ هيطفش العريس على طول ولا هيستنى راي بابا ويشوف بابا رايه ايه؟ يمكن بابا ما يرضاش وياخدها من قصرها كده، ولا هيقول انا ماليش دعوه، زهرة تتجوز اللي هي عايزاه ولا امل تتجوز اللي هي عايزاه، انا مالي. هو طبعا الراي الاول والاخير لبابا، ها الراي برضو الاول والاخير لبابا برضو. لكن امير يعني لو العريس مش عاجبه كده ممكن يتصرف ازاي؟ خلاص يعني يشوف راي بابا، وان كان بابا رافضه خلاص مش مشكله، وان كان بابا راضي لكن امير مش موافق عشان مش عاجبه. نعرف ايه السبب ونشوف يعني. ايوه انتوا اللي هتعملوا كده، لكن امير يطفشه ولا هيستنى بابا، ولا هيعمل نفسه مش واخد باله اصلا يعني يعني هيستنى بابا. هيستنى بابا. انا رايي ان خلي بابا هو اللي يكون يعني هو اللي اصلا اللي قايل الموضوع، يعني ديسيجن ميكر، هو اللي هيقرر ايه اللي هيحصل. هو يقول لبابا وبعدين بابا هو اللي يقرر. عيني يا عين، هما بيقولوا كده، هما خايفين لا. اللي هيجرى واللي هيحصل لما يكبروا. هما عارفين ان بابا موافق وان امير مش موافق، فطبعا لازم نكمل كلام بابا ونشوف بابا هو اللي هيقول. يعني عندما يختلف رأي الابن مع الاب يبقى اللي مالوش كبير يشتري له كبير، ورب العائلة هو رأيه اللي يمشي طبعاً. مش كده؟ ما نروحش ندمر العملية انت ومالك لأبيك يا عيني. طيب الام دايما بتاخد موقف الدفاع عن العروسة، دي بتحبه دي معجبة بيه. لو امير كأخ كبير لزهرة او لأمل ورافض العريس، حضرتك تتصرفي ازاي؟ لو هشوف بنتي هو العريس كويس وبنتي معجبة بيه وكده، فانا هقعد مع امير اقول له ايه السبب اللي خلاك تقول عنه ان هو وحش اذا كان العريس كويس؟ ايه اللي انت شايفه فيه وحش؟ قلنا ايه واقنعنا عشان خاطر نرفض. والله لو ما لقاش حل خلاص الموضوع بنكمله، لو ما لقناش يعني في اي عيب خلاص. حتى لو امير مش موافق؟ لا، ما دام بابا موجود خلاص. يبقى الراي الاخير لبابا. الاب ساعات يشوف ابنه الكبير رايه ايه، عشان برضو ده راجل في البيت، ويقول برضو اخد برأيه وبرضو استشيره في الموضوع ده. امير له استشارة في الموضوع ده، له رأي، يكون له رأي يعني. واذا كان رأي وجيه ومؤسس على اسباب وجيهة وقوية لابد ان انا هاخد بيه في نهاية المطاف. انما رأيه مش مؤسس على اسباب قوية يعني هبين له ان هو طبعا دي اوهام، واحنا سألنا ولقينا كل الكلام اللي انت بتقوله ده مش مظبوط. وبعدين يا اخي انت مش انت اللي هتتجوزه يعني، يعني انت مش هتتجوزه يعني. هو لازم مدام العيال مستلطفين بعض والاسرتين متآلفين مع بعض يعني نسبيا، يبقى خلاص، يبقى نمشي الموضوع على خير الله بإذن الله. وعشان القرار مصيري لابد ان يؤخذ رأي الاخرين. الدكتور لي رأي اخر. لا طب ليه رأي آخر؟ مصيري، قرار مصيري، يعني دي أسرة وفي واحد في الأسرة مش قابل هذا العريس، شكله كده مش عاجبه يعني. هو تهيألي الكلام اللي اتقال كله كلام مقنع. هو طبعا مبدئيا لازم يكون هناك في تلاقي واقتناع ما بين العريس والعروسة، ده هي نمرة واحد، هي المعنية بالأمر وهي اللي هتعيش حياتها كلها، وهي اللي هتتحمل إذا كان ده شيء جيد أو شيء غير جيد، فهي صاحبة القرار الأول. وعليها بقى إن هيتعرض الأمر على الأسرة. الأسرة واجبها إنها بتحمي قرار ولادها، وبتشوف إذا كان ماشي في الطريق السليم ولا لأ، وبتديها من خبرتها ومن رأيها ومن التجربة بتاعتها النصايح اللي ممكن تعدل المسار. الابن طبعا حريص على أخته وفرد من الأسرة، ويهمه حاجات كتيرة، بس ما تكونش نزاعات شخصية.
يعني لازم تكون الحاجة موضوعية أو الاعتراض موضوعي ويكون على حاجة واقعية مش مجرد انطباع وبس، لأن الانطباع ممكن عرضة للتغيير. النهاردة أنا مبسوط من فلان، بكرة زعلان منه، ما أقدرش أبني قرارات على انطباع. ولكن لو قرار على أساس أعتقد يمكن أخته هتقتنع بهذا الكلام وهتعمل به لو لقيت أن الكلام ده موضوعي. لكن الكلام مش موضوعي، أعتقد هي بالدرجة الأولى المستفيدة والمضرورة، الأسرة بتحمي هذا القرار، الأخ طبعا له دوره، ولكن ما أقدرش أقول هو دور رئيسي. تعملي إيه لو أخوك رفض عريسك اللي متقدم لك من غير سبب، شكله مش عاجبه ومش مستظرف؟ هو المهم في الموضوع بابا وبعد كده أنا، لكن أخويا ده هحترم رأيه بس الأول هسأله ليه يعني. لكن يعني إن هو مش موافق كده منه لنفسه لا طبعا. هتعملي إيه؟ تقولي له لأ؟ وتروحي البابا؟ طبعا. إذا تعارض هنا رأي الأب والابن مع البنت، البنت عايزة رأي مين اللي يمشي؟ والله هو لو الواحد عنده بنت وبينصحها مرة واثنين وثلاثة، الرأي الأول والأخير طبعا بيبقى ليها، لأن أنا وزوجي إحنا الاثنين في بيتنا بعيد عن أهلنا، فمشاكلنا بنحلها مع بعض، بنتفاهم مع بعض، بنقدر نتنازل وبنقدر نستحمل وبنقدر نضحي. لو أنا جوزتها واحد وهو مش على هويتها، ممكن ما تقدرش لا تضحي ولا تتنازل ولا تعمل أي حاجة، والحياة الزوجية دي قارب وكلنا بنبقى مرة هنا مرة هنا لحد ما الحياة بتسير في الخط المستقيم اللي نتمناه لها. فأنا بنصحها مرة واثنين وباباها وأخوها وكل حاجة، وبنظهر لها كل السلبيات والإيجابيات وعليها هي تختار. ودلوقتي الحمد لله ما فيش حد بيتجوز صغير، بتبقى البنت ناضجة ومتعلمة ومثقفة، وبعدين نشأت في بيت يبدو إن هو معقول، فبتبقى دايما قراراتها يعني تقريبا ما هي الشاذة عن الأسرة. قدرنا أن حضرتك رفضت العريس، يعني شايف أن هو مش مناسب ليها، لكن مش قادر تحدد سبب معين واقف في زورك، يعني مش مستظرفه خالص، يعني بتقول لا ده مش لأختي ده. تحاول تقنعها ازاي؟ وممكن انت من بره بره كده تطفشه؟ لا، ولو كان عدم الاستظراف في سبب انا بخفيه جوايا، هضطر اجيبهولها بطريقة دبلوماسية معينة، ما اقدرش اقول لها فيه على طول، وفي نفس الوقت عشان هي غالية عليا ما اقدرش اقول لها، ما اقدرش اسيبها تمشي في سكة في جوازة ممكن تكون فاشلة. لكن هو عموما يعني بالنسبة لي انا حكايتي الشخصية، اخواتي لما يجوا متجوزوا اختي كبيرة خدت رأي انا ان والدي متوفي، كانت خدت رأيي في خطيبها اللي متقدم لها، ولقيت هم متجوزين بقى لهم سنة تقريبا. وانت اللي وافقت وانت اللي وقفت لها في الجواز؟ لا انا طبعا واخويا الكبير، بس يعني جات لي انا عشان ممكن اكون انا اقرب شويه من اخوات البنات. بدا جرس الانذار يعني يبتدي يدق وبعنف جدا، ان معدل الجواز في بلدنا قل قوي وبشكل واضح. انا عايز اعرف من حضرتك الاسباب والعلاج في روشتة صغيره. ظاهره، انت قلت اهم حاجه ان في ظواهر، وقدام الظواهر نبحث عن الاسباب. نمرة واحد الجواز بيقل، نمرة اتنين نسبة الطلاق بتزيد، ونسبة الطلاق بتزيد في الشباب بالتحديد، بيعيشوا سنة بيعيشوا اتنين وبيتطلقوا. ليه؟ انا لما اقول دلوقتي البنت لها الرأي الاول والاخير ده كلام جميل جدا، ولكن هذا الكلام له شروط. ما هي هذه الشروط؟ هل انا بدي لبنتي الفرصة الكافية عشان تتعرف على هذا الشاب؟ مجتمعنا المصري ما بيديش ده، لاني انا كأم لو بنتي خرجت معاها 10-12 مرة هقول لها لا يجوا يخطبك لا بالسلامة، وفي نفس الوقت او تقعدي قدام عنا او اشوفي في كل الحاجات دي بتبقى سطحية وليست حقيقية. انا هنا بتكلم عن دور الاخ، انا معنية دلوقتي بدور الاخ. انا بشوف ان دور الاخ ده مهم اكتر من الاب. هتستغرب ليه مهم اكتر من الاب، لان الاب جيل والابن جيل تاني. الجيل التاني ده اللي هو نفس جيل الشاب اللي البنت هتتجوزه، كويس؟ فالجيل ده اضرب بعضه، فلما يجي الشاب الاخ ويقول لا لازم انا اتوقف قوي، لان اولا دي اخته وغاليه عنده، ولما بيقول لا بيقول لا في مصلحتها، لانه هو ادرى بطبيعه هذا الشاب. ايه اللي يحل المشكلة؟ ايه اللي يخلينا نقدر نواجه؟ حاجة واحدة ومهمة، ان الاخ يبقى صديق للاخت.
الصداقة بتخلي شكل من أشكال الصراحة والوضوح بين البنت وبين الولد. هما الاثنين عالم يختلف عن عالم الأب والأم. أنا زمان أمي كانت بتفكر أنا بفكر بطريقة وبنتي بتفكر بطريقة، لما بنبقى أصدقاء بنقرب من بعض. لكن أنا لو النهاردة لغيت دور الأخ الشاب أبقى بغلط غلطة كبيرة جدا. بالعكس ده أنا علي أتوقف وأقول له إيه العالم، إيه اللي وراء. على فكرة ساعات يبقى عريس بيشتغل وبياخد مهية كبيرة وابن ناس وكويس وكل حاجة، بس أفكاره نفسها متخلفة، طباعه أنانية، في نظرة سوداوية، حاجات ملاش دعوة بالمستقبل. أهو ده مستقبله حلو، عريس كامل من كله بيضة ومقشرة، إنما تركيبته الإنسانية اللي هي بعد شوية بتبقى المعاشرة بين الرجل والمرأة، هذه التركيبة بتبان للأخ الشاب أكتر من الأب وأكتر من الأم وأكتر من البنت. أي حياة مربوطة بأسس لا يمكن أبدا مغايرتها في أي أحداث، ودي فلسفة الخلق نفسه. حضرتك أي تجمع لابد أن يقوده فرد واحد أو إنسان واحد، القيادة لواحد، وغالبا القيادة للأقوى والأكثر خبرة. دي فلسفة لا يمكن أن ننكرها على الإطلاق. نيجي بقى في الزواج، وده موضوع كريتيكال جدا. القيادة في الأسرة هي للأب وللوالد، هكذا الحياة وهكذا ما قرره الإسلام وكتاب الله وسنة رسول الله. فإذا لابد القيادة للأب، يليها الأم ثم الأولاد. أنا معترض على الجمل اللي قالت إن البنت لها الرأي الأول والأخير إطلاقا. البنت لها الرأي الأول واقف، أما الأخير فليه وللوالد. الأم كذلك لها الرأي الأول وأتوقف، والرأي الأخير للقائد وربان السفينة. هنا بقى لازم ناخد رأي الدكتور صلاح البحيري علشان يقول لنا الختام إيه في الحكاية دي، في حكاية اختيار الزوج للبنت. يعني الحقيقة الكلام كله اللي اتقال يعني في مجموعه بيبين ان طبعا لابد الاخذ بالاعتبار برأي الاب اولا وليس اخيرا، يعني لان الاخ الزميل اللي قال اولا واخيرا، لان انا طبعا صحيح صاحب الكلمة وانا رب الاسرة وانا ربان السفينه زي ما هم قالوا، ويهمني ان السفينه تبحر بسلام الى بر الامان باولادي وبناتي اللي انا عايش لهم دلوقتي، انا عايش من اجلهم، فيهمني سعادتهم. فسعادتهم ايضا لن تكون ولن تتحقق بدون اشراكهم في اتخاذ القرارات المصيريه الخاصه بهم. انا بما يعني توفر لي من خبره طويله 60 سنة 100% طبعا الخبرة دي هتمكنني ان انا اقيم الامور تقييم كامل. يعني مثلا اولا المعلومات، اسأل عن الاسرة دي، اسأل عن الشاب ده، وكل هذه المعلومات بتصب عندي سواء جت عن طريق ابني او عن طريق البنت نفسها او عن طريق اي حد او عن نفسي انا، كل هذه المعلومات بتتاخد عندي وبتتوزن وبنخلص الى نتيجة وبنخلص الى رأي. والرأي في الأغلب طبعا هو اللي أنا هاخده، بس بعد أخذ رأي الست وأخذ رأي البنت نفسها وأخذ رأي برضك إخواتها الصبيان وكل حاجة، ويبقى رأي جماعي، بس أنا طبعا اللي بوجه الأمور في نهاية المطاف علشان يعني نحسن اتخاذ القرار ويكون قرار مناسب وموائم للبنت. البنت طبعا متربية كويس، لما تكون متربية كويس زي ما قال الأخ الدكتور سيد الفولي يعني بيكون في انسجام عائلي، ما بيختلفش رأي الأفراد الأسرة عن بعضهم عن بعض. وأعتقد إن إحنا هنا كأسرة برضك جينا في هذا البرنامج الظريف الجميل ونشكركم على استضافتنا فيه. أعتقد إن أنتم لمستم إن برضك يعني في غيابي ابني أو بناتي قالوا رأي تقريبا يتوافق، ومراتي أيضا قالت تقريبا رأي يتوافق مع الرأي اللي أنا قلته في معزل عنهم، ولم نختلف الا في وتوش بعض المسائل البسيطه، وده طبعا اختلاف الاشخاص، لان احنا وارد جدا، لان طبعا احنا زي ما بقول لحضرتك يعني احنا يعني يد بصمات مختلفه تمتد في يد واحده وفي جسم واحد وعقل واحد،
بعد مدة الخبوة 20 سنة أو 25 سنة ولا 30 سنة اللي احنا عشناهم مع بعض أنا وستد، يعني ده كله ده بيؤدي إلى أن احنا نبقى في النهاية لابسين في بعض. أكيد. يعني زي ما بيقولوا يعني بالفرنساوي أنشبتهما، أنشبتهما يعني التداخل كامل بيننا وبعض عقلانيا ووجدانيا، وبيننا أيضا وبين ولادنا اللي احنا ربيناهم زي ما قال الأخ دلوقتي من طفولتهم وعارفينهم متكونين من أي خلايا وإزاي هيفكروا، بس فهو ده المحصلة. وطبعا كانت فرصة جميلة جدا وأنا أشكركم عليها وإن شاء الله موفقين. إحنا اللي بنشكر الدكتور صلاح البحيري، وبكده اتضح إن من أول ما ابتدينا الهمسة الرأي اللي بيقول إن الترابط قل، إن العطاء قل، إن التضافر قل، ده رأي نسبي مش كل الناس كده. واتضح عندنا من أول همسة لما عرضناها وهي همسة الضيف الجديد اللي دخل أغلب بيوتنا وهو الكلب اللي بتوافق عليه الأم والأولاد وأحيانا الأب إلى الشخير أو العزف على مقطوعة عندما يبدأ الليل وننام مع أعز الناس، إلى الهمسة الثالثة وهي بنلبس هدوم بعض واللي بيحصل في حكاية الهدوم، إلى الهمسة الأخيرة وهي قرار الابن عندما لا يهضم اللي جاي يخطب أخته. ده من الهمسات الأربعة اتضح لينا حاجات كثيرة جدا ورؤية جديدة جدا. وبنشكر في النهاية الأخ الدكتور صلاح البحيري، وختاما نقول احنا دلوقتي بنقول بعد ما شفنا كل الآراء وكل المواقف اللي شفناها عن طريق همساتنا، همساتنا العائلية، بنقول زي ما الدكتور صلاح قال يمكن بصمات مختلفة لأصابع لكنها في الآخر في يد واحدة. وإحنا بنشكر العيلة اللي استضفناها النهاردة، عيلة الدكتور صلاح البحيري، وبنشكر كل العائلات اللي تابعتنا، وما تنسوش تتابعونا الحلقة الجاية كمان وهمسات عائلية.